حصادو الجنوب أهلا بكم. حصادو الجنوب أهلا بكم. أقام المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة ذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة تحت شعار هويتنا جنوبية. حضره القائم بأعمال المجلس الانتقالي علي الكثيري ومحافظ عدن أحمد لبلس وقيادات المجلس الانتقالي ووزراء في حكومة المناصفة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. استقبل علي الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء السفير ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية والوفد المرافق له، وناقش اللقاء ترتيبات إعادة فتح القنصلية وعمل السفارة الروسية في العاصمة عدن، حيث أبدى الكثير ترحيب المجلس بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي اتخذتها القيادة السياسية الروسية ممثلة بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين. وفي ذات السياق، بحث محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس مع وفد روسيا من وزارة الخارجية والسفارة الروسية بحث آليات التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين وترتيبات إعادة فتح القنصلية الروسية في العاصمة عدن. وأشاد المحافظ لملس بخطوة إعادة فتح السفارة معبرا عن استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأمين عمل السفارة وتأمين الاحتياجات المطلوبة لنجاح الخطوة. بحث أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن في اجتماع اليوم الثلاثاء مع رئيس التنفيذي لمؤسسة مواني عدن المهندس محمد أمزربة ومدير جمارك العاصمة فضل محمود علان ومدير عام جمارك ميناء الزيت هيكل محمد تنفيذ توجيهات عبد الرحمن المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بإيقاف التعامل مع المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى المتواجد خارج البلاد. وأقر الاجتماع عودة العمل بالآلية السابقة من خلال مؤسسات الدولة التي تعمل من العاصمة عدن حسب القانون قبل تشكيل المكتب الفني تنفيذ توجيهات المحرمي لتنشيط ميناء الزيت ومواني عدن وتقديم التسهيلات للموردين وإزالة الصعوبات والعراقيل التي أثرت على أداء ودور جمارك عدن. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.